السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. وشرفنا اليوم معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. شرف لي الكبير أخوان الأعزاء، واليوم عندنا كيف يتم التقسيم، كيف أنت تعرف تقسم، وهي ضرورية جدا لك، ولو هذا يحتاج أنه تسلسل بالتمارين والعزف ومعرفة المقامات حتى يكون لك دخول في قضية التقسيم. قبل ما أبدأ، هناك دورات موسيقية 8 محاضرات أونلاين ممكن تشترك بها، هي 8 محاضرات في الشهر بسعر بسيط إن شاء الله أونلاين إخواني، وممكن يكون الدفع بواسطة زين كاش أو المونوغرام أو الوستر يونيون. فإخواني الأعزاء، موجود رقم الهاتف الواتساب موجود أسفل الفيديو، ممكن تتصل. أنت كيف تقسم؟ لنفرض إحنا عندنا حاليا مقام الحجاز، إحنا نتحدث عن المبتدئين وحتى المتوسط. إحنا نعرف نقول مقام الحجاز، الحجاز أوكي، هذا الحجاز يدي بي ري مي، طبعا مي إحنا نقول مي بمول، فا صول، الفا عندنا دياس، لا سي دو ري، ري باو حسيت لاحو، هذا ري، ري مي بمول فا صول لا سي دو ري. أي مقام يبدا بالدرجه ري ينتهي بري، يبدا بدو ينتهي بدو، يعني لكل مقام الى درجه استقرار. اذا عندنا هنا عندنا سي بيمول، فيصير عندنا سي بيمول مي بيمول فاديز. احنا على مود انه كثير من الناس يتعب من يقول سي بيمول مي بيمول، لا، راح تكون عندنا طريقتنا اللي هي انت لازم تحفظ انه يقول ري مي فا صول لا سي دو ري. إذن أول ما نجيب العود، هذا العود راح نجي راح نقول شلون راح تكون طريقته. طريقته راح تكون بالتالي، هذا الري، ري مي با مي مي بمول يكون بالطرف، فا هذا فا ديس، صول لا سي دو ري، ري دو سي لا صول فا مي ري. انتهى الموضوع. هسه احنا عرفنا اول فقرة انه هذا سلة، حجاز. تقسيم شو راح يكون؟ نصعد اربع نغمات وننزل، يعني ري مي فا صول فا مي ري درجة، بعدين يبدأ التقسيم لا سي دو ري دو سي لا صول لا صول لا صول فا صول فا مي فا مي ري مي ري دو مي مي فا صول لا سي دو ري دو سي لا صول فا صول فا مي فا مي ري. يعني تكون عندك ملكة ترتيب النغمات بدون ما تكون نشاز، وهذا قضية جدا مهمة اللي هي أنا هسه أشوف لكم إياها، هي موجودة عندي إذا تسمحوا لي إنه أشوفكم فد قضية جدا مهمة، وهو هذا موجود عندي اللي هو الحجاز. ولو نلاحظ إحنا مقام الحجاز يبدأ بحجاز ثم يصعد برست، لأن كل مقام إلى
عدد من المقامات، بنقول المقامات، عدد من الأجناس الموجودة في المقام، وهي اللي تنورك بعملية التقسيم أثناء العمل وأثناء الشغل. يعني هسه لو لاحظ السلم حتى مال الحجاز، ري باصل، هذا حجاز على اليمن على الري، صلا سيدا با، صلا سيدا لا 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 لا، هذا رست. فإذا وين يصير مالتك؟ تعلم ري ما صار ضمير. هنا ايش ياخذ بعدنا؟ ياخذ بعدنا لو نلاحظ عندنا هنا، ياخذ عندنا بالصعود، ياخذ عندنا سيكار بالصعود الحجاز. دليله صح سي بي مول، مي بي مول فاديس. لكن تحليل السلم ياخذ من عندنا بالابعاد. ياخذ من عندنا ارجع ري مي مول فاديس صار لا سيكار داري. جنس حجاز على الصول او على النواه. بالنزول راح يصير عندنا ري دا سي، نزل سي بي مول، صار عندنا هنا لا 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 لا، صار عندنا كورد على لا. ما استقر وين؟ يعني استقر اوكي. وثم صار عندنا دا سي دا صول، انها وين؟ اي ويلي اي ويلي، تحسبينها وانت. ثم يصير عندنا صال مامي رجع حجاز. فبالدورات الموسيقية احنا عندنا نعلمك شلون انت تعرف في مقام واحد تقدر تقسمه. فيصير عندنا عندنا أجناس اللي هي موجودة، عندنا حجاز على الدوغا الري، وعندنا رست على لا، وعندنا أيضا كورد على اللا بالنزول، لأن راح يأخذ لنا سي بي مول، وعندنا أيضا نهاويند على الصول، وبالتالي احنا نقفل بحجاز حجاز الري. أتمنى أن أفيدكم في هذا الدرس البسيط، وإن شاء الله نأخذ أكثر وأكثر بالدورات الموسيقية. تحياتكم، لا تنسون اللايك والاشتراك، ومع ألف ألف سلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.